بعد صديقي العزيز سي أستاذ زكريا، لكن سأحاول أن أقارب مداخلتي هذه أن تقارب بعض الجوانب القانونية المرتبطة بهذا القرار، والتي جزء منها أو جزء من عناصرها يتقاطع مع مداخلة الأستاذ بقنطار والأستاذ زكريا والذهب. بداية لابد من الإشارة إلى أن هذا القرار كيفما جاء في المداخلة السابقة هو صادر عن هيئة أوروبية ضمن البنيان والمنظومة الأوروبية بطبيعة الحال، وهذا أيضا وطبيعة القرار ومضمونه يكشف أيضا هذه العلاقة الغامضة، العلاقة الغامضة حتى بين مكونات البنيان الأوروبي. فإذا كانت مثلا البرلمان الأوروبي، وإذا كان مجلس أوروبا، إذا كانت المفوضية أيضا الأوروبية في معظم أعمالها وقراراتها وأشغالها هي دائما تحترم السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وسأقدم بعض عناصر ذلك، فإن المحكمة الأوروبية تخرج اليوم بطبيعة الحال لتنتج قرارا أعتبره، وإن كنا نحترم بطبيعة الحال القضاء، ولكن هو قرار ربما أيضا تصور أن يكون له أن تكون له خلفيات غير الخلفية القانونية الصرفة، وسأقدم ذلك. هذا المنطلق سأحاول أن أبرهن عليه من خلال خمسة عناصر أساسية. العنصر الأول هو المتمثل في التناقضات التي يكشف عنها هذا القرار، كاين عناصر منها شرحوا لها الأساتذة فيما قبل. طبيعة الحال هذا القرار علاقة ب يعني أحقية أو مقبولية الدعوة والمتمثلة أساسا في الصفة التي على أساسها تم قبول البوليساريو كطرف في هذه الدعوة، يبدو أنه أيضا حتى المحكمة نفسها هي غير مستقرة على هذا التكييف. التكييف سبق في مناسبات وفرص سابقة أن أقرت بأنه مثلا في القرار 2015 بالفعل المحكمة الابتدائية أقرت بأن البوليساريو لا يمتلك هذه الصفة القانونية لكي يطعن في القرارات أمامه. فإذا بنا أيضا الآن نحن أمام موقف مغاير، علما بأنه لم تغيرت أمور أخرى في صالح أن يتم تكريس الاجتهاد الذي ذهبت إليه في سنة 2015. تحولات اليوم القضية الوطنية نقلت أيضا انطلاقا من قواعد القانون الدولي، نقلت اليوم النقاش إلى مستوى آخر، والمستوى الحكم الذاتي، وهذا الأمر أنا غادي نرجع. إذا قلت أن هذا الأمر فضلا عن الناحية القانونية على أي أساس يمكن قبول الدعوة، انطلاقا من كون أن البوليساريو كيفما جاء في التعليل ديال المحكمة أنها الأمم المتحدة تعترف بمشاركتها في مسلسل الأممي حول إيجاد حل لقضية الوحدة الوطنية. ولكن بطبيعة الحال هل مشاركتها اليوم وأيضا وفق المستجدات، ونحن نعلم أن هنا ساكنة صحراوية اليوم أيضا مغربية والتي تم انتخابها في الأقاليم المغربية، هي أيضا مشاركة بطبيعة الحال وتشارك في هذه الطاولات وفي هذه المفاوضات. إذا بالتالي عن أي تمثيلية، عن أي بطبيعة الحال تمثيل للصحراويين في هذه المفاوضات. التناقض الثاني بطبيعة الحال أجده في كون أن هذا البناء الذي اعتمدته المحكمة هو لا يتناسب مع القرارات السياسية التي قامت بها دول الأطراف في هذه الاتفاقية ديال الاتحاد الأوروبي. اليوم عندنا 19 دولة أوروبية تقر بطبيعة الحال بأهمية وبمصداقية الحكم الذاتي كحل سياسي. هل هذه الدول ربما أيضا هي ضحية تدليس قانوني؟ إذن هذا كيطرح تساؤل، هل المحكمة الآن تجسد هذا الضمير القانوني للدول الأوروبية؟ إذن بالتالي هذا التناقض في طبيعة الحال يطرح شكوك، وربما أنها ستتأكد حتى من 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 الخلفية أو المرجعية التي اعتمدتها. هذه المرجعية التي الآن بنت عليها المحكمة الأوروبية الصفة القانونية للبوليساريو ومنحتها هذه الصفة. المحكمة بطبيعة الحال قد قلنا بأنه هذا الحضور في المفاوضات
يمنحها الصفة. أين هي قواعد الأمم المتحدة؟ أين هي اتفاقية فيينا التي تعترف بالأشخاص القانونية كاملة الصفة؟ إذا بالتالي هنا ألا يجد هذا الأمر أيضا واحد التناقض حتى مع القواعد الدولية اللي هي معروفة كما قلت لا في منظومة الأمم المتحدة ولا في الاتفاقيات التي يعني ترتبط بهذه المنظومة الأممية ككل. النقطة الثانية هي الانتقائية للمحكمة. انتقائية للمحكمة تتبين من خلال أن إذا كان بطبيعة الحال القواعد المنظمة لممارسة مهام القضاة تتحدث عن الاستقلالية والتجرد، وهذا وارد في هذا القانون المنظم للمحكمة. لماذا هذه الانتقائية والتجزيء في قواعد القانون الدولي؟ إذا رجعنا للبناء الحجاجي اللي استندت عليه المحكمة نجد أنها تقف في التأصيل في سنة 1997، بمعنى أنه الفترة التي تلت تقديم الحكم الذاتي في 2007 والقرارات الأممية التي تلت اللي صدرت عن مجلس الأمن، هذه صدرت أيضا عن 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 عن, 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 عن هيئة أممية. إذا لما وكل هذه القرارات الأخيرة عندنا أكثر من 97 ديال القرارات كلها تؤكد على الحل السياسي وتوجه نحو الحكم الذاتي كحل عنده مصداقيته وله بطبيعة الحال واقعيته كحل لقضية الصحراء. إذا بالتالي فهنا أيضا لماذا هذا التجزيء في المنظومة الدولية أو المنظومة القانونية الدولية؟ وقفنا في الأدبيات ديال 66 و 71 و 77 وغيرها، ولكن المحكمة لم تحل إلى ما حدث من تطورات على المستوى الأممي أساسا علاقة بالقضية الوحدة الترابية. وهنا يتضح طبيعة الحال هذه النظرة كما قلت الانتقائية والجزئية لقواعد القانون الدولي، وكأن الأمر يرتبط بسردية قانونية تتناسب مع زمن معين ومع قناعات سياسية هي لازالت مستمرة. وهنا تساؤل على القضاة والتركيبة السوسيولوجية ديالهم والانتماء وأيضا الأصول ديالهم الفكرية والمرجعية، هذا أيضا لابد من الوقوف عليه بطبيعة الحال. إذا وبالتالي فالقرار لم يشير بتاتا إلى الحكم الذاتي مبادرة 2007 وإلى القرارات مجلس الأمن التي تلت هذا القرار. النقطة الثالثة وهو أن هذا القرار ربما قد يطرح نوع من الإشكال المرتبط بالتجانس المنظومة القانونية الأوروبية الكويزيون ديال المنظومة ككل، بمعنى وهنا الالتباس اللي تكلم عليه الأستاذ بوقنطار، بمعنى إذا كانت المنظومة القانونية الأوروبية بطبيعة الحال فيها المنظومة القانونية الوطنية وفيها المنظومة القانونية الاتفاقية، فالهياكل الأوروبية تقريبا كلها مجلس الأمن كما قلنا البرلمان الأوروبي كلها تقر واحد العديد من الأمور اللي الآن المحكمة بنت عليها القرار ديال الرفض. ماذا يتعلق مثلا بالتمثيلية ديال السكان؟ عندنا القرارات ديال مجلس أوروبا في المراقبة ديالو الانتخابات اللي جرت في الأقاليم الجنوبية يقر بأن الانتخابات التي جرت في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية كانت انتخابات نزيهة وشر ومشروعة، بمعنى كيف أنه مؤسسة وبرلمان أوروبي يقر من خلال تقاريره التي نشرها في متابعته الانتخابات ويعتبر الأقاليم الجنوبية جزء من المملكة المغربية. والمحكمة الأوروبية بطبيعة الحال كان لها توجه آخر. كذلك مجلس أوروبا في التقارير السنوية ديالو كذلك حول حقوق الإنسان هو دائما يستند على اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية في الدخلة ولا في العيون. إذا وبالتالي هو يعتبر بطبيعة الحال أن المجهود الذي يبذل لا من خلال الدولة من خلال السياسات العمومية، وكاين تقارير كتشير أنه يشيد بالسياسات العمومية ومن بينها النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية، ولا كذلك العمل الذي تقوم به اللجان الجهوية لحقوق الإنسان خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية بطبيعة الحال تعبر عن الدينامية الحقوقية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. إذا وبالتالي فهاد عدم الانسجام يخلق هاد النوع من التوتر ومن القلق بطبيعة الحال من المنظومة ككل، وكأن هذه المحكمة العدل أيضا هي ربما لها مرجعيات مغايرة للمرجعية التي تحكم الدول الأطراف في هاد الاتفاقية.
النقطة الرابعة وهي المتمثلة كذلك في التوظيف القسري لمفهوم الشعب، وكيفما تكلم الأستاذ بقنطار فيما قبل، لأنه يتضح بأنه هناك توظيف ينهل من القاموس السياسي للستينات والسبعينات، وتنعرفوا أنه مفهوم الشعب لا في القانون الدولي ولا في القانون الدستوري الوطني بطبيعة الحال تحدد واحد مجموعة العناصر المرتبطة بالجانب الجغرافي الديموغرافي والانتماء السياسي والأيديولوجي وغيرها، ولكن نحن اليوم أمام التكتل البشري، اللي فيه جنسيات مختلفة، فيه الماليين، فيه الجزائريين، فيه السنغاليين، فيه الكوبيين، وفيه جنسيات مختلفة، والقرار يحيل على مفهوم السكينة، مفهوم الشعب، أي سكينة وأي شعب، خاصة وأنه كيفما قلنا أن المسار ديال 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 الإحصاء هذا مسار الآن أصبح غير واقعي وغير 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 ممكن تماما. إذن وبالتالي فهذا بطبيعة الحال أيضا أين هو المكون المغربي؟ حتى فرضنا أنه نمشيو في المنطق ديال هذه السكينة، هل الصحراويين الآن اللي موجودين في الصحراء المغربية ليسوا صحراويين بهذا المنطق، وعلما أنهم منبثقين عن انتخابات وعن مؤسسات تمثيلية وانتخبت عن طريق الاقتراع العام المباشر؟ إذن بالتالي فأتصور أيضا حتى على مستوى اليوم، حتى على مستوى المنظمات ربما التي كانت حاضنة أو هي التي احتضنت في البداية البوليساريو، أتحدث عن الاتحاد الإفريقي، القرار الأخير اليوم اللي من خلاله أصبح يمنع على ممثل البوليساريو أن يحضر عدد من المؤتمرات واللقاءات الدولية باسم هذه الجبهة والتي تمثل إفريقيا بطبيعة الحال، هو أيضا مسار يمكن أن لم يتم استحضاره في هذا البناء ككل. أخيرا النقطة الخامسة، أتفق بطبيعة الحال أنه الآن الذي يجب أيضا القيام به هو ممكن نسميه بتعزيز اليقظة القانونية، هذاك لافاي جوريديك على مستوى العمل القانوني، هذه اليقظة القانونية اليوم اللي أنا أتفق مع الأستاذ بقنطار سياسيا ربما أننا قريبين نهو هذا الملف من الناحية السياسية، ولكن أتصور أنه الاشتغال اليوم هو على الناحية القانونية من داخل أيضا من داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. وبطبيعة الحال اليوم نتساءل لماذا ليس لدينا سفير في الاتحاد الأوروبي لحد الآن، فضلا عن أنه أيضا ربما الدبلوماسية الموازية وخاصة البرلمانية يمكن أيضا أن تكون يعني واحد رافعة لهذه اليقظة من أجل أن ننتبه لمثل هذه المشاكل ومثل هذه التبريرة والتعليلات التي يمكن أن تصدر عن أي جهة من 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 من, من لا من البناء الأوروبي ولا من باقي يعني التنظيمات الأخرى القانونية عبر العالم. شكرا لكم على